السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم زهراء طاهر من الفرقة الرابعة. ان شاء الله هكون معاكم النهاردة في أول محاضرة من البابليك هيلز. المحاضرة هي بداية للشابتر الأول، هي الشابتر باسم أو بعنوان الجنرال ابيديميولوجي. هنعرف بس المحاضرة النهاردة هي بتفتح لي الطرق أو بتفتح لي معلومات، إن أنا باخد معلومات عن المادة قبل ما أبدأ فيها. خلينا قبل ما نبدأ شرح نقول الآية القرآنية دي، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. الدعاء اللي هو احنا ممكن نقوله كدعاء اللي هو ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، نقولها قبل أي حاجة نبدأ فيها، سواء بقى كان دراسة، رايحين مشوار، أي حاجة عايزين ربنا يوفقنا فيها بنقول الدعاء ده إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يكرمنا فيه. يلا نبدأ. أول حاجة عندنا بيقول لك يعني إيه إبيديميولوجي. إحنا أصلا مش عارفين معناها إيه أو هي عبارة عن إيه. إبيديميولوجي دي كلمة بتتكون من مقاطع، هي كلمة يونانية بتتكون من مقاطع، كل مقطع له معنى. يبقى عندنا مثلا اول مقطع اللي هو الايبي معناه ابون او اون، ديمي معناها بيبل، اولوجي معناها ستادجي. لو جمعناها كلهم جنب بعض هتبقى ستادجي اون بيبل، يعني دراسه، بعمل دراسه على الاشخاص او المجتمعات. يبقى الابيديميولوجي معناها ايه؟ ستادجي اوف اون بيبل، ماشي؟ يبقى دراسه، بعمل دراسه على المجتمعات او الناس علشان اوصل اجيب معلومات كافيه عن المرض ده اللي انا عاوز اعمله ايه، احصاء يعني وكده. طيب الديفينيشن بتاعه بقى، اول حاجه الديفينيشن بتاعه ان هو يعني استادي بدرس فيه ثلاث حاجات او بعرف فيه ثلاث حاجات بحرف الجي وحاجه بحرف الاف. ايه هما الثلاث حاجات بحرف الجي؟ الديستريبيوشن يعني توزيع المرض ده، تاني حاجة determinants of disease، dynamics of disease، frequency of disease. طيب يعني ايه؟ يعني ايه frequency؟ frequency يعني تكرار او تعداد. طيب distribution، distribution يعني توزيع المرض. تالت حاجة ايه؟ determinants، determinants يعني مسببات المرض ده. ايه dynamics؟ يعني حركة المرض. هنعرف كل واحدة دلوقتي لوحدها. احنا بنجيب مجموعه من الناس وبنعمل عليها الدراسات دي اللي هو الفريكوانسي دي، بنعملها على مجموعه من الناس اكيد. يبقى عندنا الابيديميولوجي بيبقى ايه؟ واحده اف وثلاثه جي. الاف اللي هي الايه؟ الفريكوانسي. الثلاثه جي اول حاجه ديستريبيوشن، ثاني حاجه ديترمينانتس، ثالث حاجه الداينامكس. يبدا باول حاجه اللي هي الايه؟ الديستريبيوشن او اللي هو التوزيع، التوزيع بتاع المرض ده او بتاع اللي هو بيقولك الديستريبيوشن اوف هيلث. ده بيبقى له علاقه في الايه، في الـ يعني علاقه في الناس دي بتعتمد على ايه؟ على ثلاث حاجات او بتتوقف على ثلاث حاجات. البيرسون، الشخص نفسه اللي هو المصاب بالمرض. تاني حاجه الوقت اللي البيرسون ده خد فيه المرض او بقى يعني بقى مريض فيه. ثالث حاجه المكان اللي حصل فيه الايه؟ المرض ده. يبقى تاني هنسميهم مع بعض كده الديستريبيوشن ترايد. يبقى لو قال لك الديستريبيوشن ترايد ايه هو؟ هيبقى البيرسون وهيبقى التايم وهيبقى الايه؟ البليس. طيب عندنا التايم هيجي يقول لك مثلا جه المرض ده ظهر في سنة كام؟ السيزون كان مثلا في الربيع ولا في الخريف ولا في الشتاء ولا في الصيف، في شهر كام، في يوم كام. ده لما تيجي مثلا تكشف الدكتور ده بياخد منك الهيستوري بتاعك كده. طيب الاور اوف اونست، يعني احنا لو نفترض ان احنا مثلا رحنا مجموعه من الناس، رحنا مطعم وكلنا كلنا مع بعض في نفس الاكل، لما روحنا كلنا لقينا كلنا بطننا وجعانا، رحنا المستشفى قالوا لنا حاله تسمم ومش عارف ايه، ما يجي يسالك، هيجي يسالك ايه؟ هيقول لك كلت امتى، كلت الاكل ده امتى، ظهر عليك الاعراض امتى، اللي هو بطنك وجعتك بعد امتى لما من الاكل، الديوريشن بقالك قد ايه، يعني على ما جيت لي من البيت من ساعه ما الاعراض ظهرت عليك لغايه ما جيت لي كنت بقالك قد ايه وكده. البليس ده بقى البليس، يعني مثلا هنفترض ان مرض مثلا منتشر مكان، في مكان مثلا ريفي، في مكان مزدحم، في منطقه صناعيه، في منطقه فيها مثلا مستشفى كده،
المكان بيساعدني برضو ان انا اعرف هل له يعني المرض ممكن يكون له علاقة بالمكان. احنا لو رحنا مثلا مكان تاني مش هنلاقي المرض ده موجود. البيرسون الشخص ده نوعه ايه، ذكر ولا انثى؟ في امراض بتبقى منتشرة جدا في الميل عن الفيميل، وفي امراض بتبقى كتير قوي في الستات عن الرجالة وهكذا. العمر، الراجل ده عمره قد ايه، او الست اللي جايه لي دي عمرها قد ايه، ما لاني برضو في امراض بتبقى متوقفه على العمر. اللايف ستايل بتاعه، الاكوبيشن، الوظيفه بتاعته عامله ازاي، بياكل ازاي، بياكل اكل صحي ولا بياكل مثلا اكل كله اللي هي الاكلات السريعه واكله كله مليان دهون وكده. بيلعب رياضة ولا لأ؟ هل وزنه مناسب لطوله ولا لأ؟ هل وزنه أصلا مناسب كده ولا هو عنده obesity يعني سمنة؟ وكل الحاجات دي كلها بتساعدني أو بتساعد المرض في الانتشار. يبقى عندنا الديستريبيوشن تريد ثلاث حاجات، البيرسون والبليس والتايم. بعد كده هناخد الديترمينينتس. الديترمينينتس ده انا قلت لكم اللي هي معناه ايه، المسببات بتاعه المرض. مين هو بيقول لك اه مين الايتيولوجي، ايتيولوجي يعني مسببات اللي هي الكوزس يعني، والريسك فاكتور، ريسك فاكتور يعني مخاطر اوف ديزيز، ديزيز مخاطر المرض ده. يبقى الديترمينينتس دي بنشوف هي عباره عن ايه، عباره عن اسباب ومخاطر المرض ده. بتشمل لي برضو ثلاث حاجات وهنعمل لهم ترايد. بتشمل لي ايه بقى؟ بتشمل لي الايجنت فاكتور، بتشمل لي الهوست فاكتور، بتشمل لي الانفايرومنتال فاكتور. طب الانفايرومنتال فاكتور احنا عارفينها العوامل البيئه، يعني ايه الايجنت ويعني ايه الهوست؟ الايجنت يعني لو نفترض ان احنا قلنا فيروس كورونا، فيروس كورونا ده اسمه ايجنت فاكتور، ده الميكروب او الفيروس او ايا يكن اسمه ايه او جنسه ايه او فصيلته ايه، بس هو اللي هيسبب لي الايه، اللي يسبب لي المرض. طيب الهوست فاكتور، الهوست فاكتور ده العائل اللي الاورجانيزم او الميكروب ده هيسبب له المرض. يعني مثلا الفيروس كورونا ده موجود دخل جوه جسمي، بقى انا دلوقتي هوست فاكتور. تمام، يبقى الايجنت فاكتور هو العضو او مش العضو بقى، الاورجانيزم اللي هيسبب لي المرض. الهوست فاكتور ده الشخص اللي هيظهر عليه اعراض المرض او اللي هيتنقل له المرض، اللي الايجنت ده هيدخل جواه. انفايرومنتال فاكتور العوامل البيئيه حوالينا. طيب بنطلق على الثلاثه دول مع بعض اسمهم ايه، ايبيديميولوجيكال ترايد او ايكولوجيكال ترايد. هيجي يقول لك ايه الفرق او ايه هو مثلا الديستريبيوشن ترايد، او هيجي او ام سي كيو مثلا اللي هو الايه الايبيديميولوجيكال ترايد، في بيشمل مثلا الايه البيرسون والتايم، والبيرسون والتايم والبليس ومثلا والهوست فاكتور. هنختار ايه؟ هنختار الهوست فاكتور. فاحنا نحفظ كل ترايد المكونات بتاعته ايه عشان لو جالنا في الام سي كيو. بعد كده دي ده الترايد بتاع الابيديميولوجيكال ترايد اللي هو ايه، الهوست فاكتور، الايجنت فاكتور، الانفايرومنتال فاكتور. تمام، بعد كده بقى معانا الداينامكس. الداينامكس دي بتاعت الايه، الحركه بتاعت الايه، بتاعت الايجنت. الايجنت ده اللي هو مسبب المرض، مسبب المرض اللي هو ايه، اللي انا لسه ضربه لكم بالمثال اللي هو كان ايه، كان اللي هو الفيروس بتاع كورونا. طيب عندنا الانفكشس ايجنت ده اللي هو الايه، فيروس كورونا دخل جسمي، بقى انا اسمي ايه، ريزرفوار، بقيت انا حامل المرض. طيب انا عطست، خرج من جسمي، خرج من جسمي، خرج في الهواء، الهواء ده هتيجي مثلا اختي او اخويا هيتنفسوا، بقى دلوقتي هو دخل لهم عن طريق الايه، عن طريق الاير اللي هم عملوا له انسبيريشن اللي هم خدوه في التنفس بتاعهم، فدخل الايه، دخل جوه عندهم في صدرهم في الرئه، بقى هم دلوقتي اسمهم ايه، سسبتابل هوست، يعني ايه، مستقبل جديد للمرض. انا كنت مستقبله للمرض او حامله المرض اللي اسمي ايه، ريزرفوار. الانفكشس ايجنت دخل جوايا، بقى انا دلوقتي بقى اسمي ريزرفوار، عطست او كحيت فخرج، فخرج فبقى موجود في الهواء اللي حواليا. جه حد جنبي استنشق الهواء ده، فدخل له الايه، الايجنت برضو او الفيروس اللي انا عطسته. تمام، بقى اسمه ايه، بقى البيشنت ده او الشخص التاني اللي تنفس الهواء اللي هو اللي فيه الرذاذ بتاعي ده اسمه ايه، susceptible host.
ماشي، ناخد بالنا من الحلقة دي عشان هي ممكن ما اعتقدش الدكتورة هتجيب فيها قوي أسئلة، بس ناخد بالنا برضو ان هو الانفكشس ايجنت لما يدخل جسم الانسان دايركت بيبقى اسمه ايه، ريزرفوار. الريزرفوار ده اللي هو انا عطست خرج في الايه، خرج في الهواء اللي حواليا، جه حد تاني استنشق الهواء والهواء فيه الرذاذ بتاعي اللي انا لسه عطساه، فايه فخد الرذاذ بتاعي بالايه، بالفيروس اللي فيه اصلا، بالايجنت اللي فيه، بالانفكشس اورجانيزم اللي فيه، فبقى الشخص التاني ده اسمه ايه، سسبتابل هوست. ماشي، ناخد بالنا بس ان الريزرفوار ده الانفكشس ايجنت دخل فيه دايركت، انما السسبتابل هوست ده يعني خد رذاذ حد مصاب بالمرض. ماشي، بعد كده عندنا الايه، الايكولوجي. يعني ايه الايكولوجي ده بقى؟ ايكولوجي معناها اكويليبريم، اكويليبريم يعني توازن. الايكوليبريم او الايكولوجي ده بيحصل نتيجه ايه، ان في دايناميك انتر اكشن، في تفاعل مستمر ما بين ايه، ما بين الهوست والايجنت والانفيرومنتال فاكتور. كان اسمائهم كنا جمعناهم في تريد مع بعض، كان اسمه ايه، برافو، كان اسمه ايكولوجيكال تريد او ابيديميولوجيكال تريد. ده بيساعدني ان ايه، الدايناميك انتر اكشن ده بيساعدني ان ايه، بيخلي المرض دايما موجود. يعني في اوقات يكون الايجنت اقوى من الهوست فيصيب، فيخلي الانسان ده يصاب بالمرض. اوقات هتيجي ان البيشنت، يعني انا تكون مناعتي قويه، اول ما الايجنت ده يدخل جسمي المناعه تشتغل تكسره، فخلاص ما يظهرش عليا الايه، المرض. فهو ان في انتر اكشن او تفاعل دايما مستمر ما بين الهوست والايجنت والانفايرومنتال فاكتور، ده بيساعدني ان المرض دايما بيبقى موجود في الايه، في الكوميونتي ده اللي هو في المرض، في المجتمع ده، او في الجماعه، الناس اللي انا بعمل فيهم الايه، الفحص ده. ده بيعتمد ان ممكن مثلا الفيروس ده بينشط في وجود ايه، في الحراره، في الجو الحر قوي. طب دلوقتي احنا في الشتاء، فخلاص هو مش قادر ينشط كويس، بينشط مثلا لما يكون الانسان مناعته ضعيفه. طب انا مناعتي قويه، فاول ما يدخل جسمي انا هكسره، حتى لو انا في الصيف. يعني هو بينشط في الصيف وانا في الصيف، بس انا مناعتي قويه النهارده، اول ما يدخل انا هكسره. يبقى الايكولوجي معناها ايه، اكويليبريم. الايكويليبريم ده، التوازن ده بيحصل نتيجه ايه، نتيجه الدايناميك انتر اكشن، في انتر اكشن او تفاعلات دايما ما بين ايه، ما بين الهوست والايجنت والانفايرومنتال فاكتور. ده احنا كنا طلقنا عليهم من كام، بعد كام سلايد كده، اللي هو الابيديميولوجيكال ترايد او ايكولوجيكال ترايد. يبقى الايكولوجيكال ترايد ده، الايكولوجيكال قصدي ده ان هو نتيجه الديناميك انتر اكشن ما بين الهوست والايجنت والانفايرومنتال فاكتور. تمام، ادي اهو ده ثاني التراينجل او الترايد اللي احنا قلناه من حوالي 4 سلايدات. الايكولوجيكال فاكتور ده، دي بتساعدني او بتاثر على الايه، ظهور او حدوث المرض ده. وبيكون من ايه، بيكون من الايجنت والهوست والانفايرومنت. الايجنت قلنا اللي هو مسبب المرض، اللي هو ممكن يكون ايه، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون ميكروب، ممكن تكون ديدان، اي حاجه ايا يكن، بس دي حاجه تدخل جسمي فهتخلي هتخلي المرض يظهر عليا. انا لما الايجنت ده او الديدان ده دخل جسمي، بقى انا اسمي ايه، بقى انا اسمي هوست، والانفايرومنت بقى البيئه حواليا. فهي دي بتساعد في الكيورز اوف ديزيز او حدوث المرض. طيب عندنا الايجنت، انواع الايجنت بقى، الايجنت اللي هي مسببات الامراض، ممكن تكون بيولوجيكال، حاجات حيويه زي المايكرو اورجانيزم اللي انا قلتها لكم، ممكن يكون ميكروب، ممكن يكون ديدان زي دوده البلهارسيا دي مثلا، بتبقى موجوده في الميه. انا مثلا الناس اللي بتنزل مثلا بتسقي، الفلاحين اللي بتسقي وكده، دايما بيختلط هي بالميه دي فهتدخل جسمه، فتمام دي معناها ايه، دي اورجانيزم بيولوجيكال حيوي. ممكن تكون فيزيكال، فيزيكال يعني حاجه فيزيائيه زي درجه الحراره. يعني في ممكن امراض، يعني واحد يجي له مرض نتيجه ان جو حر قوي قوي قوي، او جو برد قوي قوي قوي، يجي له مرض. راديشن يعني حصل له مثلا، تعرض لاشعاع لمده طويله، فاكيد هيظهر له مرض.
تروما، اتخبط في حاجة فظهرت له، سببت له ان هو ايه، سببت له او ساعدت ظهور المرض ده. كيميكال، كيميكال ممكن تكون اسيد يعني حمض، قلوي، التباكو، التباكو ده اللي هو الدخان اللي الناس كلها بتدخنه، بويزونس، اي حاجة. وخصوصا ممكن المواد الكيميائية اللي احنا بنتعامل بيها اللي معظم الستات بتنضف بيها، زي مثلا الكلور او الفلاش تقريبا او الفينيك او الحاجات دي كلها، دي ممكن المواد الكيميائية على المدى البعيد او ان هي ممكن مثلا تستخدمه باستمرار يعني مثلا اسبوعيا او كده، ممكن يسبب لها امراض، يظهر عليها امراض. تاني حاجة الايجنت ممكن يكون عامل نفسي، سايكولوجيكال يعني نفسي، يعني ممكن ان هو ممكن يكون الناس او الانسان ده مكتئب دايما، يظهر يؤدي الاكتئاب ده ان هو يظهر عليه ايه، مرض معين. ميكانيكال ايجنت، ميكانيكال حاجة ايه، ميكانيكية بقى، يعني واحد اتخبط، اتعور، عمل حادثة كده، فدي ساعدت ان المرض ايه يظهر عليه. او ممكن تكون عوامل غذائية، يعني مثلا واحد عنده نقص حديد فهيجيله انيميا، اكيد هيجيله انيميا. ممكن في عوامل جينية في الجينات بقى، يعني مثلا زي الداون سيندروم، احنا عارفين اصلا داون دي اللي هي ظاهرة داون دي كانت بتيجي نتيجة ان في خلل في الجينات او كده، فهي دي كلها عوامل بتؤدي في ظهور الامراض. يبقى تاني انواع الايجنت ايه، بيولوجيكال زي المايكرو اورجانيزم اللي هي الديدان، الفيروسات، الميكروبات، البكتيريا، دي كلها تحت الايه، البيولوجيكال ايجنت. في عندنا الفيزيكال ايجنت، ممكن تكون ايه، تمبريتشر، ممكن تكون تروما، ممكن تكون راديشن. الكيميكال بقى يكون اسيد، يكون الكلاين، يكون توباكو، اي حاجة من الحاجات دي. او ممكن يكون الايجنت اصلا سايكولوجيكال، حاجة نفسية هي اللي ساعدت في ظهور المرض. او ممكن تكون يعني حاجة جينية زي الداون سيندروم، او ممكن تكون حاجة تبع التغذية، يعني مثلا نقص او زيادة، يعني ايه، نقص شديد في حاجة او زيادة شديدة في حاجة، سواء بالنقص او بالزيادة هيظهر مرض. اي حاجة في جسم الانسان حصل فيها زيادة او حصل فيها نقص هيحصل مرض. ربنا سبحانه وتعالى هو خلقنا كده كل حاجة بكميات محددة في جسمنا، لو زادت هنتعب، لو قلت هنتعب. او ممكن تكون حاجة ميكانيكية، يعني مثلا واحد لا قدر الله اتعور، اتخبط مثلا، حد خبطه، اتخانق مع حد، خبطه بسكينة، او عمل حادثة، دي كلها عوامل بتساعد في ظهور المرض. ايجنت يعني مسببات الامراض. بعد كده عندنا الايه، الهوست فاكتور. الهوست فاكتور ممكن يكون اصلا حاجه وراثيه، عوامل وراثيه. في بعض الامراض بتتنقل من الابن، من الاب للابن وهكذا، زي مثلا في ممكن دايابيتس، في عامل وراثي، السكر يعني ممكن يكون له عامل وراثي. ايه تاني برضو علاقه لها، يعني فاكتور لها علاقه بالهوست، زي الايدج، سنه او نوعه، الاكيوبيشن بتاعته، ان هو وظيفته ازاي، يعني مثلا السيدنتري لايف. يعني ايه السيدنتري لايف؟ يعني واحد بيشتغل مثلا على مكتب، اللي هو طول شغله ان هو قاعد على مكتب وكمبيوتر طول النهار، ما بيتحركش، ما بيمشيش، ما مثلا ما فيش اي مجهود عضلي او بدني بيبذله طول شغله. احنا تقريبا نص عمرنا بنقضيه واحنا بنشتغل، فنص عمرنا مقضيين واحنا ايه، واحنا قاعدين، فده بتساعده ان هو هيؤدي السي في دي، يعني كارديو فاسكولار ديزيز، امراض القلب والاوعيه الدمويه، ده بتيجي في السيدنتري لايف. يعني ممكن احنا مفيش مانع ان احنا نمشي نص ساعه في اليوم، نطلع السلم مثلا 3 4 مرات، مفيش مشكله، ده هيساعدنا، بس ما نبقاش قاعدين مثلا طول النهار قاعدين ما بنتحركش، ما عملناش اي مجهود عضلي او بدني يشغل جسمنا وعضلاتنا، ده غلط علينا. ممكن يكون ايه العوامل برضو اللي مسببة للامراض، ان هي سوشيو ايكونوميك، يعني ايه، يعني ممكن تكون عوامل اجتماعية او في الاقتصاد نفسه، ان هو مثلا الشخص ده دخله على قده، فهتلاقي مثلا معظم اكله بياكل الاكل اللي هو متاح زي العيش او المكرونه، فهتلاقي مثلا صحته او الدايت بتاعه مش احسن حاجه، ما بياكلش اكل صحي، ما بياكلش مثلا خضار، ما بياكلش فاكهه كده. هتلاقي مثلا الشخص ده مش متعلم كويس،
فهتلاقيه ان هو مثلا ما عندوش الوعي الكافي، ان هو مثلا مجرد ما يظهر عليه المرض يروح العرض يروح ايه يفحص، ان هو يعمل فحص باستمرار، لا هو مش عنده الوعي الكافي لكده. تمام، فهي دي كلها عامل هتأثر عليه بالسلب اكيد. يبقى عندنا الهوست فاكتور ايه، قلنا هيريديتي يعني عوامل وراثية، تاني حاجة age، تالت حاجة السكس يعني الجنس ذكر أو ميل أو فيميل، الإيكوبيشن اللي هو الوظيفة بتاعته، تالت حاجة آخر حاجة قصدي اللي هو سوشيو إيكونوميك يعني الاقتصاد بتاعه عامل ازاي. تمام، بعد كده الانفيرومنتال فاكتور. الانفيرومنتال فاكتور الدكتورة قالت عناوين بس ما قالتش أمثلة عليها، قالت عندنا في فيزيكال وفي كيميكال وفي بيولوجيكال. الفيزيكال والكيميكال والبيولوجيكال دول كانوا اصلا يعني ايه احنا ذكرناهم عناوين كده في الايه في الايجنت في الايجنت فاكتور، بس هنا بقى طبعا في الانفايرمنتال هتختلف، بس برضو الفيزيكال مثلا الحرارة البرودة في مطر في جفاف في رطوبة، دي كلها تساعد على الايه على الامراض. الكيميكال انفايرمنت يعني بيئه كيميائيه، يعني واحد بيفلاح فمثلا بيرش المحاصيل بتاعته بتاع ده الاسمده دي، الحاجات اللي بتبقى مواد كيميائيه هو بيتعامل معاها فممكن تسبب له امراض. بيولوجيكال حاجات حيويه في البيئه. سوشيال اند كالتشر يعني البيئه الاجتماعيه حوالينا والثقافه، كل ما كان الثقافه حوالينا كويسه كل ما كان وعينا زاد في ان احنا نحافظ على نفسنا وما نبقاش عرضة اكتر للامراض. يبقى الانفيرومنتال فاكتور ايه، فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال وسوشيال اند كالتشرال. طيب عندنا الهوست فاكتور. الهوست فاكتور قلنا ايه، هيريديتي يعني عوامل وراثية، في عندنا السكس وفي عندنا الايج وفي عندنا الاوكيوبيشن يعني الايه يعني الوظيفه بتاعتي. قلنا السيدنتري لايف بتسبب لي ايه، السي في دي كارديو فاسكولار ديزيز اللي هو امراض القلب والاوعيه الدمويه. في عندنا بقى اخر حاجه في الهوست فاكتور اللي هي ايه، سوشيو ايكونوميك كونديشنز. طيب ناخد برضو الايجنت كده سريعه، قلنا بيولوجيكال، بيولوجيكال زي مثلا مايكرو اورجانيزم، مايكرو اورجانيزم زي الايه زي مثلا الديدان زي الفيروسات زي البكتيريا وهكذا. بقى تاني حاجه الفيزيكال زي الحراره والاشعاع التروما الخبطه او كده. كيميكال زي مثلا الاحماض، لو واحد مثلا بيتعامل مع احماض او قلويات دايما في المعامل، الناس اللي هم بتوع كليه علوم بقى دول، الناس اللي بتدخن، هو بيدخن اصلا بيدخل مواد كيماويه بالبلاوي في الرئه بتاعته اصلا. سايكولوجيكال عوامل نفسيه، نحاول يا جماعه على قد ما نقدر ان احنا نخلينا ريلاكس كده وما ناخدش كل حاجه على اعصابنا، عشان معظم الامراض اصلا لها عامل نفسي، فنحاول نفسيتنا تكون احسن على قد ما نقدر. كيميكال ايجنت وناخد بالنا من نفسنا واحنا ماشيين مثلا يعني واحنا بنعدي الطريق ما فيش عربية تخبطنا وكده، يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. وعوامل غذائية يعني بقى ناكل كويس، ناكل خضار، نسمع كلام ماما وناكل سلطة. وجيناتك ايجنت دي بقى دي ملناش اي دخل فيها، هي دي حاجة قدر ومن عند ربنا. يعني زي الداونز سندروم، معنى سندروم يا جماعة بتبقى مجموعة أمراض بتيجي مع بعض بتبقى مترابطة كده، هو بيجي أصلا كده المرض أو السندروم ده بيجي كده لوكشة مع بعض، لوكشة أمراض مع بعض، يعني خمس ست أمراض كده مع بعض بيبقوا مع بعض كده، هي دي اسمها سندروم. يبقى كده خلصنا الـ environmental factor. طيب الـ pattern بتاعت الـ إيه؟ بتاع انتشار الـ infectious disease ده، المجال أو النمط اللي المرض ده إيه؟ بينتشر فيه. اول حاجة ممكن يكون عشوائي. عشوائي يعني ايه، احنا هقول لكم اسماء او عناوين الاول ونشرح كل واحدة، هيجي لها شرح بعد كده. اول حاجة بيقول لك ايه، سبورادك، سبورادك، انديميك، هايبر انديميك، ايبي انديميك، ايبيديميك، اوت بريك، وبانديميك، دي كلها الحاجات ان احنا هناخدها.
اخر اتنين دول لها علاقة في بالحيوانات، الدكتورة اصلا ما اتكلمتش عليهم وشرحتهمش. هنشرح مع بعض اول حاجة في الايه، في الباترن سبريد اوف انفكشس ديزيز. اول حاجة سبرادك. سبرادك ده يعني ايه؟ معناها عشوائي. هيجي يعني ايه عشوائي؟ يعني مثلا احنا عملنا دراسة، لقينا حالة مثلا في القاهرة فيها مثلا ايه التهاب رئوي، مفيش مثلا في القاهرة كلها حالة زيها، جينا لقينا في مثلا في ايه في اسوان او الاقصر او المحافظات البعيدة دي قوي لقينا حالة برضو مشابهة لها. طب هم اصلا لا الحالة اللي في القاهرة نزلت عند الحالة اللي في اسوان، ولا هم لهم علاقة ببعض، ولا تقابلوا، ولا اي حاجة. فهي دي معناها ان هو عشوائي، infrequent، scattered. scattered يعني زي مبعثر كده، او اللي هي ايه عشوائي، يعني اللي هو مش جنب بعض، او ملهمش علاقة ببعض اصلا. الكيسز دي not related to each other، ملهاش علاقة ببعض، ماشي. انما الانديميك، الانديميك ده بقى بيبقى ايه؟ يعني بيبقى متوطن، بيبقى متوطن في المجموعة دي. يعني مثلا عندنا في مصر ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب، زي الالتهاب الكبدي الوبائي اللي هو فيروس سي او بي، منتشر في مصر جدا. فهو اصلا بيبقى ايه؟ بيبقى موجود في الكوميونتي ده، يعني هو اصلا موجود نتيجة ان موجود الايكولوجيكال فاكتور بتاعته، اللي هو الايجنت بتاعه المسبب المرض موجود، العوامل البيئية بتاعته موجودة، الاشخاص اصلا اللي مناعتها ضعيفة او مناعتها مدمرة موجودة، فكل حاجة متاحة له، فهتلاقيه منتشر كتير. اسمه الهيباتايتس. يبقى الانديميك، انديميك يعني ايه؟ متوطن او مستوطن، يعني هو اصلا مستوطنه هنا، زي الهيباتايتس. احنا الحمد لله يعني تقريبا بدأوا في علاج له، والحمد لله بقى يتعالج، بس هو مازال نسبته كبيرة في مصر. طيب هايبر انديميك. هايبر انديميك يعني هو متوطن بس بشكل كبير قوي، يعني مثلا ايه بنسبة كبيرة. يعني احنا لو نفترض زي الايه، زي انا مثلا قلت لكم انديميك هو متوطن، بس متوطن بروماكس اللي هو كتير قوي بنسبة كبيرة، وجوده في البلد هنا بنسبة مثلا تفوق 90%، تمام. هي ده معناها هايبر انديميك. هايبر يعني زيادة شديدة قوي. يبقى سبرادك. سبرادك معناها عشوائي. بيبقى infrequent يعني scattered cases not related to each other، يعني الناس احنا لقينا حالتين او تلات اربع حالات في محافظات مختلفة، اماكن بعيدة عن بعض تماما، ملهمش اي علاقة ببعض اصلا. فهي دي معناها ايه؟ ان هو عشوائي. يعني تاني حاجة endemic. endemic يعني متوطن، هو ده موطنه، المرض ده موطنه مصر زي الهيباتيتس. طيب هايبر endemic. الانديميك ده يعني متاح له كل العوامل بتاعته، الايكولوجيكال بتاعته كلها موجودة، اللي هو الايجنت بتاعه العامل المسبب للمرض موجود، والاشخاص موجودين اللي هو احنا، والانفايرومنت بتاعته متاحة، فبتساعده ان هو اصلا ايه يبقى موجود وبكثرة كمان. ربنا يعافي كل مريض يا رب، ويحمينا ويحفظنا. الهايبر انديميك اللي هو بيبقى انديميك بس ايه، بيبقى هاي، بيبقى عالي قوي، موجود قوي بنسبة كبيرة جدا، يعني بنسبة زي الهيباتيتس ده موجود في مصر بنسبة تقريبا 90%. تمام. هنيجي بعد كده ابيديميك. ابيديميك معناه ان هو ايه، هو ظهر فجأة، المرض زي مثلا زي الكوفيد، الكورونا ظهرت فجأة، ظهرت في الصين نتيجة ان هو اكل الخفافيش، او هما كانوش عاملين حسابهم، ماشي. هو بيقول لك ايه اللي هو التايم، ظهر في مكان وفي تايم هو اصلا مش متوقع له، هو مش متوقع ان هو هيحصل لا في التايم ولا في الايه ولا في البليس ده، وظهر فجأة. يبقى ابيديميك ايه؟ sudden increase in number of cases، زي الكورونا بالظبط. الكورونا كان epidemic disease. طيب عندنا الابيديميك ده لما يبقى ايه، يعني الابيديميك لما ظهر في الصين، كان الكورونا لما ظهر في الصين كان ابيديميك، بعد فترة بقى موجود في العالم كله. لما بقى موجود في العالم كله في كذا، يعني في دول كتير من الايه اللي هو some countries of world، بقى معناها دي ايه؟ بانديميك. يبقى عندنا البانديميك ديزيز ده ايه؟ هو اصلا كان ابيديميك، كان موجود ظهر فجأة وبعد كده ايه اتنشر في ايه في العالم كله، زي الكوليرا. الكوليرا زمان كانت اتنشرت فجأة في العالم، هي ظهرت فجأة في مكان
وبعد كده لقيناها ايه اتنشرت في المكان المعين زي الكوفيد. احنا كلنا واعيين على الكورونا، كانت من حوالي 4 سنين احنا كنا في ثانوية عامة. هي ظهرت في الصين، فجأة لقيناها في العالم كله. يبقى هي كانت في الصين كانت ايبيديميك، لما جت لما اتنشرت في العالم كله بقت ايه، بقت بان ديميك. طيب اوت بريك، اوت بريك دي معناها ايبيديميك، هو ظهر فجأة برضو، هو ظهر فجأة بس فين؟ في سكول، في ناس كانوا عاملين تجمع او مثلا اللي هو كامب المعسكر مع بعض في مستشفى واحدة. يعني هو ظهر فجأة، ما كناش عاملين حسابه، ما كناش عاملين حساب ان هو هيظهر دلوقتي ولا اي حاجة، ما كناش عاملين ان هو في مرض جديد هيظهر، بس ظهر في ايه، في فئة صغيرة، في ايه، في كلوزد كوميونتي، يعني اللي هي سكول، مدرسة واحدة اللي لقينا عندها المرض ده، المستشفى دي بس هي اللي عندها المرض ده. تمام. يبقى تاني الباترن بتاع ايه، بتاع الانفكشوس ديزيز، قلنا ان هو اول حاجة سبرادك. سبرادك يعني ايه؟ يعني عشوائي، ان هو ظهر انفريكوينت سكاترد كيزز نوت ريليتد تو ايتش اذر، ان الحالات ملهاش علاقة ببعض. تاني حاجة انديميك، يعني المرض متوطن في المكان ده، زي ال زي فيروس سي، زي ما هو متوطن في مصر. عشان ايه؟ عشان موجود الايكولوجيكال فاكتورز بتاعته، اللي هو ايه الايكولوجيكال فاكتور، اللي احنا قلنا ايه، الايجنت فاكتور، الهوست فاكتور، الانفيرومنتال فاكتور. طيب الهايبر انديميك، هايبر انديميك هو اصلا ايه، متوطن هنا بس متوطن بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة قوي، اللي هي قد تصل ل 90%. تمام. ده الهايبر انديميك. هايبر معناها ايه؟ انت عرفت انديميك ان هي متوطن، هايبر انديميك متوطن بنسبة كبيرة جدا. طيب بعد كده ايبيديميك، ايبيديميك مرض هو ظهر فجأة في عدد كبير وفي مكان ووقت معين، بس احنا ما كناش عاملين حسابنا اصلا ان هو هيظهر في المكان ده ولا في الوقت ده، زي الكوفيد كده. الكوفيد لما كان، يعني عشان حتة فهم كده، الكوفيد لما كان في الصين كان ايبيديميك، لما جه مصر وجه السعودية وجه اسيا والدول دي كلها بقى ايه، بقى بان ديميك، بان كبيرة هي، يعني بان ديميك ده هيبقى ايه، هو اصلا ايبيديميك ديزيز بس بقى منتشر فين، في العالم كله او في اكتر من في اكتر من دولة. طيب عندنا ايه، مرض ظهر فجأة ما كناش عاملين حسابه، بس في مدرسة واحدة او مستشفى واحدة او تجمع او في كلية واحدة مثلا، ده اسمه ايه، اوت بريك. نفرق في التعريفات دي. بعد كده الانفكشوس بروسيس، الحلقة بتاعت الايه، بتاعت العدوى. احنا قلنا الانفكشن معناه ايه، ان الانفيجن، انفيجن يعني غزو، الميكروب هيجي يدخل جسمي، هيجي يغزو جسمي، دخل، مش هيجي يدخل كده ويقعد بقى وخلاص، لا هيجي يدخل، بعد ما يدخل هيحصل له جروس، يعني هيتكاثر وينمو جوه جسمي، بعد ما ينمو ويتكاثر هيحصل له تضاعف بقى، يعني كان داخل 10 جوه جسمي، قعدوا اتكاثروا بقوا 20، بعد شوية بقوا مثلا 200، تضاعف. ما هو في ايه الميكروب ده. يبقى تاني الانفكشوس بروسيس ايه، اول حاجه الانفيجن، انفيجن يعني غزو دخل جسم، بعد كده هيحصل له جروس، بعد كده هيحصل له ايه، مالتي بليكيشن، مالتي بليكيشن يعني تضاعفات، الاعداد بتاعته تتضاعف بقى جوه جسمي لغايه ما تظهر عليا اعراض الايه، المرض. يبقى الانفكشنز بروسيس او التشين بتاع البروسيس دي، احنا قلنا الانفكشوس ايجنت، هديكم المخطط ده، ادي الانفكشوس ايجنت الكورونا الفيروس دخل الجسم باسم ايه، ريزرفوار، احنا قلناها، انا عطست او كحيت، خرج في الهواء، خرج من جسمي اهو، البورتال اوف اكزيت، الهواء ده هو المود اوف ترانسميشن، الهواء اتنقل، غيري استنشق الهواء ده، لما استنشقه بقى ايه، بقى هو داخل جواه، فالبورت بقى هو بورتال اوف انتري للمرض بتاعه. تمام. لما اختي او اخويا او اللي قاعد جنبي في المواصلات اتنفس الهواء اللي انا كحيت فيه، الهواء اللي انا كحيت فيه في رذاذي، الرذاذي في ايه، في انفكشوس ايجنت، فهو خده، فبقى اسمه ايه، سسبتابل هوست. تمام. يبقى وهي دي الايه، هي دي الانفكشوس بروسيس او التشين بتاعت الايه،
بتاعه سلسله العدوى، ان انا خدت المرض، خدت المرض بقى اسمي ريزرفوار او سورس اوف انفكشن، جحيت او عطست في الهواء، الهواء هياخد الهواء ده مود اوف ترانسميشن، هينقل المرض، غيري هيتنفس الهواء ده، دخل جوه الرئه بتاعته، بقى اسمه ايه، دخل جوه الرئه بتاعته بالايه، بالرذاذ بتاعي اللي فيه، اللي فيه اللي هي ايه الايجنت بتاعته، فبقى اسمه هو كمان خد العدوى، هيروح هيعمل هيخرجها، هيبقى انفكشس ايجنت، هيخرج منه غيره، هيبقى ريزرفوار، وهكذا وهكذا وهكذا، وهيتنشر المرض ده ايه في المجتمع كله. طيب اللينكس، اللينكس اوف انفكشس سايكل يعني ايه، العوامل او الروابط اللي بتسهل لي الانفكشس سايكل دي ايه، ريزرفوار اللي انا اصلا انا حامل المرض فعطست، عطست في الهواء، الهواء غير يتنفسه اللي هو غيري ده اللي هو اسمه ايه، سسبتابل هوست، السسبتابل هوست ده هيروح هيروح بيته هيعطس، هيخرج الايه، هيخرج الانفكشس ايجنت، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى اللينكس بتاعت الانفكشس سايكل ايه، الريزرفوار اللي هو اصلا سورس اوف انفكشن، ده هو ده مصدر العدوى، ده العدوى المتحركه، المود اوف ترانسميشن اللي هي الهواء في الغالب يعني هتبقى الهواء، في المود اوف ترانسميشن هناخدها المحاضره الجايه ان شاء الله، وبعد كده السسبتابل هوست اللي هو البيشنت اللي تنفس الهواء ده او اللي خد المرض من المود اوف ايه، اوف ترانسميشن. كده ان شاء الله نكون وصلنا لنهايه المحاضره بتاعتنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوها. لو اي حد ما فهمش اي حاجه يقدر يتواصل معايا والله، واعيد له المحاضره كلها تاني، انا تحت امركم. نختم بقى بالحكمه دي، حكمه بتقول لا تطلب العلم رياء ولا تتركه حياء، يعني احنا ما نطلبش علم علشان نمشي نفتخر بيه ونقول ده احنا اتعلمنا، ده انا دكتورة وانا مش عارف ايه والكلام ده كله، لا احنا نطلب العلم من اجل العلم، من اجل ان احنا نتعلم، ان احنا في يوم من الايام اولا ربنا هيحاسبنا، احنا دلوقتي طلاب، ده احنا ما فيش اي حاجة وظيفة لنا غير العلم، فده ربنا هيأجرنا عليه ان شاء الله بإذن الله. تاني حاجة ان احنا في يوم من الايام هنكون سبب في تخفيف آلام مرضى كتير بإذن الله، فكله بثوابه. تاني حاجة بقى بيقولك ايه، لا تتركه حياة، يعني ما تتعلمش تقول انا مش هتعلم او انا مش هكمل تعليمي عشان ده الناس بتقول ده مش عارف، يعني في مجتمعات متخلفة او مثلا زمان او كده، ده مثلا فرفور، ده مش عارف ايه الكلام ده كله، لا نتعلم العلم من اجل العلم يا جماعة. ان شاء الله ربنا ينفع بنا ويجعلنا أطباء نساعد في تخفيف المرضى وسبب في شفائهم. كده انتهينا الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.